الجزائر هي أقوى دولة. اللوبيا والروز والعدس. يا خرج شنو هذا؟ نو 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 نو. ترخ يا رزاز يا ودي. المثل كيقول عندني وما تحسدنيش، ولكن الجزائريين كيعاندونا بطعم الحسد والبغض عليها فاش كيبغيو يقلدونا في شي حاجه ما كيعرفوش. فمثلا فاش شافوا الملك الله ينصرو كيفاش كيدشن المشاريع، يضع جلالة الملك محمد السادس حفظه الله حجر الأساس لتوسعة مطار الرباط سلا. ستمكن هذه التوسعة من تسهيل حركة النقل الجوي وهبوط وإقلاع الطائرات القادمة من مختلف جهات العالم، وتمثل إعادة الهيكلة تتويجا لسنوات من الجهد والعمل المتواصل من أجل إتاحة الفرصة لتطوير مطار الرباط سلا وجعله يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الطيران. نظر الرئيس حشاكم قال لهم والو، تا انا ندير بحال ملك المغرب، وجدوا لي البلاصه وعيطوا لي على كاع الصحفيين اللي كيخدموا معانا. وبالفعل داك الشيء اللي كان قالوا له طلبت غير موجود. يا خره شنو هذا؟ نو 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 نو. اش هذا؟ اش كدير انت تما؟ القبص كله مزلع، انت وكان تخدم مع شي معلم دلبني يجري عليك في النهار الاول. يا والله القسم الى هذا كيقول الفضايح واش تجي ولا نجي. والمشكل فاش نساولو المطرقه كملها بيدو. ناري ناري ناري. يا خره شنو هذا؟ ما مولفين شي دشنو، وحنا كنعرفوا باللي اللي ما كيعرفش لشي حاجه ما كيسنطحش فيها، عكس مالكنا اللي مولف يدشن المشاريع الكبيره وطبعا بدات تعطي النتائج ديالها وباقي العاطي يعطي. ها انت نعم سيدي تدشين على حقه وطريقه ومزينها مطرقه، مره كتكون فضيه ومره ذهبيه، تشوف فيها وجهك المشكودر يا تبيبين. ولاد بلادنا على والفوق على منا، هذا مغربنا يموت ويا عدياننا، رايا حمراء نجمة خضراء شعارنا، الله الوطن ومحمد ملكنا. شافوا الملك كيفاش كيعطي الانطلاقه لشي مشروع كبير وكيهز الرايه المغربيه وكيشالي بها. باعطاء جلاله الملكيه الانطلاقه لانجاز هذا المشروع تعزز البعد الاجتماعي في شقه الصحي. المستشفى الجديد ابن سينا سيكون قريبا من المواطن ومن خدماته الصحيه الاساسيه. تبون قال لهم ما نفاكش، حتى هو بغى يدير بحال الملك وبنفس الحركات. وفاش فاق لقى راسو عيق في المعانده، قال لك غادي يولي يهز شطيطه خضراء. صافي ما بقى والو غير ديك الخضوريه تولي نجمه، ها انت هز الرايه ديال المغرب. دي
سير هكا وهني السوق، خرج وقول ما كرهتش تكون رايد المغرب ديال الجزائر، نيت داكشي اللي بقى خوتي المغاربه كلشي داوه. لدرجه شافوا الملك كيخرج في موكب ملكي وكيحيي شعبه العزيز بطريقته. نادو الهوكيين قالوا الكوارو تا هما يديروا بحالو، لعل وعسى يكون هذا هو السر والسبب باش المغاربه كيبغيو مالكهم. يا خره شنو هذا يا باش كنطو هربتني بالليل وقلت لك ابو وانت اش كدير انت تما يا باش كنت وهربتني بالليل وقلت لك هذا اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. وعاوتاني شافوا الملك فاش كيزور شي مدينه مغربيه وكيسلم على المواطنين. مدينه العيون الجنوبيه حيث خرجت ساكنه عاصمه الاقاليم الصحراويه مساء امس لتخص الملك محمد السادس باستقبال شعبي كبير. الملك توجه نحو جموع الجماهير الغفيره ليصافحهم ويبادل تحية سكان المدينة الذين حجوا بكثافة. تهادي ما خلاوهاش، أي حاجة شافوها في المغرب خصهم يديروا بحالها، ولكن الحاجة المزورة كتبقى مزورة. شافوا الشعب المغربي ديما فاش كيشوف الملك كيقول عاش الملك. المغاربة كيقولوا عاش الملك من القلب حيت عزيز علينا. اما الكبرانات ناضوا حفظوا مجموعة من الشياتة ووقفوهم قدام الكاميرات باش زعما يبينوا باللي الشعب كيبغي تبون، وكملوها فاش بداو يغوتوا قال لك عمهم تبون الله اكبر. تعياو تعاندو، عمركم توصلوا لنخوة الملك؟ ديك باي باي اللي كيدير هي التالية ما تعرفولهاش.